حياكم الله مشاهدينا معانا في حلقه جديده من برنامج صباح الخير يا وطن مباشره من بيت الفلسفه باماره الفجيره، فقراتنا الحلقه اليوم مميزه وثريه ومتنوعه تتراوح ما بين الطب والتنميه البشريه وفن الرسم بالقهوه ورياده الاعمال، يحدثنا عنها ضيوفنا في الاستديو على مدار الساعتين من المتعه والافاده، خلينا نروح معاكم ونبتديها من اماره الشارقه، تاسس متحف الشارقه للاثار عام 1993 ميلادي. إلى مبناها الحالي في 10 مايو 1997، هنا تكتشف تاريخ الشارقة العريق، حيث أثبتت حملات التنقيب أن الوجود البشري على أراضيها يعود لأكثر من 125 ألف عام، وينقل المتحف الزائرين إلى أعماق التاريخ، ويستعرض حياة الإنسان في المنطقة منذ العصر الحجري وحتى ظهور الإسلام، تفاصيل أكثر نشوفها في هذا التقرير. يحتضن متحف الشارقة للآثار كل الآثار التي تم اكتشافها في إمارة الشارقة منذ بدء التنقيبات الأثرية عام 73 وحتى الآن، ويقوم بحفظها وعرضها والتعريف بها هنا تكتشف تاريخ الشارقة العريق حيث أثبتت حملات التنقيب بأن الوجود البشري على أراضيها يعود لأكثر من 125 ألف عام وينقل المتحف الزائرين إلى أعماق التاريخ حيث يستعرض حياة الإنسان في المنطقة منذ العصر الحجري وحتى ظهور الإسلام متحف الشارقة للآثار تأسس في عام 93 ثم انتقل المتحف إلى منطقة الآبار لتصبح مقره الحالي، حيث يتمتع الزوار بفرصة استكشاف تاريخ إمارة الشارق العريق. إذ أثبتت الدراسات التي أجرتها هيئة الشارقة للمتاحف بأن أول وجود بشري على أراضي الشارقة يعود لأكثر من 125 ألف عاما وهنا يأتي دور الهيئة التي تعمل جاهدة على منح الزائرين جولة عبر التاريخ لاستعراض بداية حياة الإنسان منذ العصور الحجرية وحتى قدوم الإسلام يحتضن المتحف كل الاثار التي تم اكتشافها في اماره الشارقه منذ بدء التنقيبات الاثريه عام 73 وحتى الان ويقوم بحفظها وعرضها والتعريف بها وقد اثبتت الحفريات المتلاحقه التي تم اكتشافها منذ ذلك الحين ان تاريخ الشارقه ضارب في التاريخ وان مستوطنات وقرى ظهرت على اراضيها قبل الاف السنين ويمكن هنا مشاهدة الماضي حيا والتعرف على الحضارات التي تعقبت على المنطقة منذ العصر الحجري إلى يومنا هذا عبر مشاهدة أدوات الحياة اليومية والمسكوكات والحلي والأواني الفخارية والأسلحة القديمة التي كان يستخدمها أناس عاشوا على نفس الأرض التي تقف عليها الآن منذ آلاف السنين. مشاهدينا والى عالم الطب والصحه وبالتحديد امراض السمنه اللي ممكن ايضا تؤثر على العديد من الامور وتوصف في بعض الاحيان بالاشياء او المشاكل الصحيه الخطيره وقد اثبتت الدراسات ان السمنه يمكن ان تتسبب بامراض القلب السكر والكوليسترول سنتحدث اكثر عن تاثير الوزن الزائد على صحه القلب الاسباب وطرق العلاج مع اخصائي امراض القلب الدكتور ريان الجردي صباحك الله بالخير دكتور حياك الله ويانا صباح النور هلا اخذ زينب كيف حالك يا هلا حال. فيك الحمد لله يعني دكتور بدايه فعليا يمكن يجهل البعض للاسف مدى تاثير زياده الوزن على صحه القلب والاوعيه الدمويه كيف يؤثر زياده الوزن على القلب نعم السمنه او البدانه هي مرض العصر بلا منافس يعني فعلا اكثر من 4 ملايين شخص بالعالم بموتوا بشكل سنوي بسبب السمنه للأسف منطقتنا ومنطقة الخليج فيها زيادة نسبة وزن تأثير على أمراض القلب بالإضافة إلى نقص العمر هذا الموضوع كثير مهم نقص العمر مرتبط بالبدانة بهذه المنطقة زيادة الوزن أو السمنة ممكن تزيد الجهد القلبي على المدى القريب يصير إنسان صعب عليه يتحرك صعب يقوم بالجهد البسيط أو العادي على المدى البعيد رح يصير في ضعف بالعضلة القلبية راح يصير فيه تضيق بالشرايين وأمراض قلب داء السكري ارتفاع الضغط والكوليسترول كل أمراض مرتبطة بزيادة الوزن أمراض خطيرة وتؤدي إلى الوفيات صحيح طيب دكتور شو هي المؤشرات أو الدلائل عشان بعض الأشخاص اللي يعانون من السمنة أو الزيادة في الوزن يعرفون بالفعل أن صحة القلب في خطر ال... يعني مثل ما خبرتك الأعراض هي بشكل عام بس المعيار الأساسي هو الفحص والتشخيص الطبيب لازم يفحص المريض تأكد من السوابق إذا عنده سوابق مرضية سوابق وراثية إذا في أدوية عم تسبب زيادة الوزن نتأكد يعني من سبب زيادة الوزن ونراقب الوزن وفي مشاعرات تدلنا هذا الوزن عالي كثير أو متوسط أو خفيف بناء على التشخيص الطبيب وتأكيده أنه ما في سبب بحاجة علاج سبب أساسي مسبب للسمنة فبصير الإجراءات المتبعة هي إجراءات الاعتيادية والروتينية لتخفيض الوزن صحيح شو هي الأمراض اللي ممكن تظهر دكتور فيما بعد أو مستقبلا وتؤثر على صحة القلب ويكون لها أيضا علاقة بالأوعية الدموية أمراض الشرايين وجلطات القلبية كان جلطات قلبية أو جلطات دماغية زياده الكوليسترول زياده الكوليسترول طبعا هو مش بس كوليسترول ودهون ثلاثيه اثنين ممكن يرتفعوا ارتفاع الضغط الشرياني مع الوقت اذا كل ما زاد الوزن كل ما زاد الجهد على القلب الضغط او القلب ما عاد يتحمل الضغط راح يرتفع راح يؤدي للجلطات القلبيه وللستروك او الجلطات الدماغيه تمام يعني دكتور لما نتحدث عن طرق التشخيص وايضا الفحوصات اللازمه للكشف المبكر لمثل هذه المشاكل الصحيه اللي تتعلق بالقلب اكيد المراقبه الاساسيه هي بمراقبه الضغط الشرياني والاكسجين وسرعه القلب الفحوص الثانيه هي اختبارات الكوليسترول والدهون الثلاثيه في عنا تحاليل ثانية مثل المعادن الصوديوم والبوتاسيوم كل هاي الأمور ممكن تضطرب أو تدلنا على أسباب مرضية مثل الأسباب الغدية الغدة الدرقية ممكن ترفع الضغط أو تزيد الوزن إذا كان في نقص في الغدة الدرقية أو تراجع بالوظيفة الغده الكظريه المسؤوله عن الكورتيزون اذا كان فيها افراز زائد في شيء بنسميه داء كوشين ممكن يزيد الوزن والبدانه هاي أه الاكثر الاسباب في اسباب وراثيه وامراض وراثيه او اسباب متلازمات خلقيه ممكن تؤدي لزياده الوزن م. تمام يعني بعض الامور دكتور او نقول الامراض المزمنه او الوراثيه ايضا قد تؤثر او تفاقم عفوا <applause> او تفاقم من هذا الموضوع طيب دكتور هل تحتاجون لعمل ايضا تخطيط قلب جي في بعض الاحيان للكشف عن هذه المشاكل طبعا من يعني اي مريض راجع بوزن زائد وزن زائد هو عامل من عوامل الخطر مجرد وجود واحد من عوامل الخطوره للاصابه القلبيه حتى لو بدون وجود اعراض يجب اجراء الاختبارات الاساسيه مثل تخطيط القلب الكهربائي طرق العلاج دكتور لو نتحدث عنها ما هي طرق العلاج بعد الكشف المبكر عن هذه المشاكل الصحية؟ أكيد علاج السمنة أو زيادة الوزن لازم يعني في نقاط أساسية لازم نركز عليها علاج الصحة الجسدية والوزن نفسه مع علاج الصحة النفسية نفس المريض الوزن الزائد كمان عنده تأثيرات نفسية لازم ننتبه عليها الـ الـ طريق طريقة تخفيض الوزن تتبع النظام الغذائي الصحي لازم دائما يكون موجود البرنامج الغذائي والبرنامج الرياضي تحت رعاية الطبيب الأخصائي كان طبيب تغذية أو طبيب العلاج الفيزيائي هاي الأطباء المسؤولة بشكل مباشر والنقطة الثالثة الأساسية أي درجة تخفيض وزن تساعد تساعد بالوقاية وتخفيف الخطورة قدر الإمكان أي يعني لا يستهين واحد إذا نزل وزنه كيلو أو اثنين أو ثلاثة راح يساعده راح يساعد طيب دكتور في ناس ما شاء الله يكون الوزن زايد يعني بزيادة نعم. يعني يوصل أمية وفوق فهل تنصحهم في بعض الأحيان عشان ما تؤدي إلى هذه المشاكل اللي ذكرناها مسبقا الخاصة بالقلب والأوعية الدموية طبعاً. لم هم يلجؤون لعمليات قص المعدة التكميم وغيرها طبعا نرجع للتشخيص ولمشعرات معينة مثل البي إم آي إذا مشعر البي إم آي عالي كثير والبدانه عم تحرض ارتفاع ضغط او امراض مزمنه بصير عمليات جراحيه او قص المعده ضروريه اذا البدانه متوسطه ممكن نلجا لخيارات ما قبل الجراحه الكليه جراحه جزئيه او استخدام البالون او ادويه او ابر او حقن حاليه موجوده وصارت شائعه صراحه بكم كبير ممكن تساعد تنزيل الوزن طيب دكتور تكلمنا عن النظام الغذائي، بعض الاحيان الناس اللي وزنهم زايد تنصحهم بالفعل الى اللجوء نقول لتكميم او قص المعده عشان ما تؤدي الى هذه المشاكل الصحيه؟ طبعا اكيد في بعد تشخيص واذا كان الوزن زايد كثير والمشعر الوزن على الطول او البي ام اي اذا كان عالي كثير وفي ما. مخاطر وامراض مزمنه لازم يصير عمليه قص معده وهي مثبته بتقليل الخطوره القلبيه كمان. ه. صحيح، دائما دكتور يعني نركز على موضوع الوقايه خير من العلاج، شو الامور اللي بالفعل ممكن تجنبنا حدوث هذه المشاكل الصحيه الخاصه بالقلب؟ اكيد اكيد عوامل الوقايه من البدانه نفس العوامل المشموله بعوامل الخطوره القلبيه. نظام الغذاء الصحي، اعتماد الغذاء او الحميه لازم تكون غنيه بالالياف فقيره بالدهون معتمده على الاسماك بشكل رئيسي. الرياضه والنشاط البدني اقل ما يمكن يجب 20 او 25 دقيقه مشي او مشي سريع يوميا بالحد الادنى ومع الوقت يجب الزياده ساعات النوم الكافيه بحاجه سبعة الى 9 ساعات وهذا الموضوع مثبت سبعة الى 9 ساعات يوميا للبالغين طبعا طبعا تقليل السترس والتوتر اي حاله اي شيء بيزيد الستريس والعصبيه لازم يتجنبه الانسان قدر الامكان صحيح دكتور يعني ذكرنا في بداية لقائنا معاك اليوم أن زيادة الوزن قد يؤثر سلبا على القلب هل هناك أيضا نقول عوامل أخرى أو أمراض مزمنة أخرى قد تؤثر فعليا على المشاكل الخاصة بالقلب وتؤدي إلى أمراض قلب ومشاكل صحية خطيرة؟ لا. الامراض اللي بتزيد الوزن قصدك ايوه آه. لا اللي ممكن تاثر على القلب يعني الى جانب زياده الوزن انه يؤدي الى مشاكل صحيه في القلب شو الامراض الثانيه اللي ممكن او المشاكل الثانيه اللي يعاني منها الاشخاص قد تؤثر على القلب يعني آه. تعتبر عوامل خطوره اكيد أكيد الضغط بشكل رئيسي هو اكبر مسبب ارتفاع الكوليسترول داء السكري هذول الامراض الرئيسيه الثلاث امراض المناعه الذاتيه احيانا يعني في التهاب المفاصل الروماتيزمي او الرثياني هذا من عوامل كمان في امراض بشكل عام الامراض الوعائيه او الامراض اللي بتصير فيها هجوم بالمناعه التهاب الاوعيه ممكن يعمل جلطات بالقلب هاي الامراض اللي مشموله بشكل رئيسي امراض الغدد مثل الغده الدرقيه والغده الكظريه كلها هي ممكن تاثر على الشرايين لانها بترفع الضغط او بتعمل مشاكل بالاوعيه الدمويه وعلى مستوى الاوعيه والبطانه الشعريه تمام شو تنصح الناس دكتور اليوم شو الفحوصات اللي لازم عملها بشكل دوري لاكتشاف هذه المشاكل الصحيه يعني نقول في وقت مبكر يعني الشخص اللي ما عنده عوامل وراثيه او خطوره بالعائله الشخص اللي محافظ على الروتين الصحي من ناحيه الغذاء والحركه والرياضه، ما مطلوب منه يعمل اجراءات مثل الشخص المهمل او الشخص اللي ما عنده حركه او ما مهتم باكله. في حال في امراض مزمنه نحن علينا الوقايه والاجراء التحاليل والفحوصات بشكل سنوي ودوري، في حال ما في امراض ودائما شخص متابع صحته ممكن كل سنتين او ثلاثه على الاقل لمن يفكر يعمل فحوصات دوريه. صحيح دائما الفحوصات الدوريه تقينا من حدوث مثل هذه المشاكل والناس ما قلت دكتور زيادة الوزن أو السمنة توجد العديد من الطرق إلى جانب النظام الغذائي الرياضة وبعض أيضا الإجراءات الطبية اللي أكيد راح تنزل الوزن وتخفف من حدوث المشاكل الصحية بما يخص أمراض القلب كل الشكر لك دكتور ريان الجردي أخصائي أمراض شكرا. القلب يعطيك العافية يعني دكتور شكرا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي مشوارنا وفقراتنا الصباحية انتظرونا حياكم الله معانا مشاهدينا من جديد فن الرسم التشكيلي من امتع الفنون بالفعل اللي ابدع فيها الفنانين في ابراز ابداعاتهم ومواهبهم وابتكار العديد من الفنون الجديده في نفس المجال فن الرسم بحبات القهوه هو احد الفنون المبتكره في عصرنا الحاضر اليوم راح نتعرف اكثر على الرسم بحبات القهوه الاستراتيجيات وايضا الطرق مع المتخصص في الرسم بحبات القهوه الفنان التشكيلي جورج صبحي صباحك الله بالخير جورج وحياك الله يعني. ويانا وايد انواع في الفنون التشكيليه من الرسم النحت وغيره ليش اخترت بالذات انك ترسم بحبات القهوه ومتى بديت في هذا المشوار انا تخصصت في الرسم بالقهوه لسببين منذ عام 2015 اول ما تواجدت في دوله الامارات كانت بيئه حاضنه ان الواحد يكتشف موهبه جديده وطريق رسم جديد ومختلف عن كل الساحه الفنيه أول سبب لأن مادة القهوة مادة صعبة ذات اللون الأحادي ما فيهاش تفاصيل أو تعقيد كتير فأقدر أنتج بيها لوحات فنية بكل سهولة ولكن محتاجة خبرة كبيرة تاني سبب لأن بيئة الوطن العربي تعشق القهوة والعالم يحتفل جميعا باليوم العالمي للقهوة خليج. طبعا ما عن القهوة أكيد يعني جميل جدا جورج ما شاء الله عندك اطلاع كافي على تاريخ الرسم بحبات القهوه وين بدا ووين ايضا المناطق المتواجد فيها لو نتكلم عن الرسم بحبات القهوه هل هو فعل من الفنون هل تعتبر داعمه للاستدامه اكيد طبعا في حاله استخدام حبوب القهوه منتهيه الصلاحيه حتى لا نقع تحت طائله القانون لاهدار المواد الغذائيه تمام تمام وده بالفعل من ثلاث سنين عملت دراسه عن استخدام حبوب القهوة منتهية الصلاحية وتغيير المناخ وتأثيرها على المجتمع لأن حبوب القهوة تعتبر المنتج الغذائي العالمي الأول في التصدير والاستيراد، ويعتبر المنتج الثاني بعد البترول عالمياً، لإن طبعاً عشاء القهوة على مستوى أنحاء العالم كثير، لذلك منذ ثلاث سنين أغلقت على نفسي الجري. وانتجت اكثر من 75 لوحه مرسومين بحبوب القهوه منتهيه الصلاحيه. كمان ابتكرنا ماده كيماويه نعالجها علشان نحافظ عليها من التلف حتى حتى تصبح في استدامه حتى تصبح مستدامه في الاماكن والقيم الجماليه ويعني تكون موجوده في كل مكان لوقت اطول. جميل جورج ايش كثر آه يعني ممكن تحافظ على اللوحة يعني الحين لما أنت قلت منتهية الصلاحية وقلت ممكن تستخدمون بعض المواد عشان تحافظون عليها يعني مثلا اللوحة كم ممكن تظل معك كم سنة بنفس الشكل اللوحات القديمة اللوحات القديمة منذ عام 2015 كانت لسه في بداية الخبرة لكن بعد عام 2018 عندما أدركت استخدام مواد أكتر بخبرة أكتر بعد ثلاث سنوات اه يعني. عرفت احافظ عليها من التلف حلو ضد التلف ضد التحلل لانها ماده غذائيه ضد التاثر بالعوامل الجويه والمناخ ودرجه الحراره والرطوبه والحمد لله من كام شهر انتجت لوحه برج العرب ما شاء الله هتظهر على الشاشه اكيد صحيح لوحه برج العرب وصورتها كمان تحت المياه اه ما شاء الله عليك فالاستدامه وصلت ان لوحات اللي مرسومه بحبوب القهوه منتهيه الصلاحيه تقدر تستدام تحت الماء اكثر تمام بتستخدم نوع واحد؟ لا بستخدم كل الانواع كل الانواع عادي. كل الأنواع. يعني مش نوع واحد او معين في بالك ودائما تستخدمها لا ممكن تنوع عادي لا لا بستخدم كل الانواع والحقيقه ما بيهمنيش قوي التيست بتاع القهوه انا يهمني درجه اللون صح. عشان اقدر اوضح بها الظل والنور أكيد. في اللوحات دهو. يعني جورج كيف بالفعل شفت اقبال الناس على هذا النوع من الفنون التشكيليه خاصه باستخدام حبات القهوه الحمد لله احنا في على عام 2023 عام الاستدامه ويعتبر في جامعه الدول العربيه عام الشباب يعني بعتبر واحد من من الشباب بنحتفل باطلاق المجموعه كامله ان شاء الله قريبا شاء الله. على هامش كوب 28 ان شاء الله بنعلن شاء الله. عن معرض قريبا في يعني السبعين. في شباب وفنانين تشكيلين مشاركين معرض ولا لوحات لوحاتك فقط؟ لوحاتي فقط بس هينزل المجموعه كامله لاكثر من 75 80 لوحه كاملين لهذا السبب اعمل على هذا المشروع لمده ثلاث سنين ما شاء الله عليك وموقف يعني انت قاعد تجهز له من ثلاث سنوات عشان من بتتشعر. ثلاث سنوات علشان كوب, في كوب 28 كوب 28, 28. بالفعل الصراحه الاقبال حلو جدا كل المعارض اللي بشارك فيها مع فنانين كبار بتبقى لوحات القهوه مميزه حلو. بتاخد اقبال وبيجيلي فيدباك من الفنانين الكبار على التكنيك الظل والنور والتقنيه الحديثه في استخدام القهوه وبالاخص لما بيعرفوا ان القهوه منتهيه الصلاحيه وتعالج للاستدامه بيتبسطوا كتير جدا يعني بيتحمسون للموضوع بيتحمسون جورج انت مجتهد ما شاء الله عليكم ومثابر يعني من الحلو. بدايتك في هذا المجال حتى 2023 وشاركت في وايد انشطه وفعاليات تكلمنا عن هاي المشاركات واهميتها بالنسبه للفنان التشكيلي الفنان التشكيلي انسان بيعيش في المجتمع بيتاثر بكل حاجه حواليه بس افضل من ان هو يكون بيتاثر ان هو يكون مؤثر صحيح لذلك الفنان لابد من الانتشار في كل الفعاليات فعاليات قراءة، فعاليات صحة، فعاليات ثقافة، فعاليات فنون. واحنا الحمد لله دولة الإمارات دولة حاضنة للفنون. دولة حاضنة للمواهب والابتكارات والإبداع. واحنا بنشكر القيادة على هذا التوجه. أه بشارك في معارض كتير، كان من أهم المعارض مكتبة محمد بن راشد بدبي معرض كبير لفنانين كبير. أه المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة. عرضنا لوحه لطفل نائم على وساده خاليه من المشاكل اللوحه اخذت اقبال كبير جدا من كل المتخصصين في الامور الاسريه والاجتماعيه والدورات التدريبيه للاطفال وتعديل السلوك ما نشوف هذه اللوحه جميله جدا يعني وتحمل العديد من المعاني حتى من اول مره تشوفها يعني تحب تطيل النظر في هذه اللوحه الجميله كمان في في تناسق بين اختيار حبوب القهوه ولابد ان هي يعني ينظر ليها من منظور ايجابي ان الطفل نواة الاسره والاسره نواة المجتمع والمجتمع نواة الدول والعالم فاحنا لازم نهتم باصغر شخص في الاسره حتى يطلع انسان سويا يقدر يخدم مجتمعه ويقدر يكون انسان نابغ وناشط وصحي سالما يعني صحيح درج اللي عارفه عنك بعد ما شاء الله رسمت وايد شخصيات شخصيات عظيمه من دوله الامارات ومن ايضا دول اخرى اكثر الشخصيات اللي حبيت بالفعل ترسمها بحبات القهوه ورسمتها فعليا في يناير 2023 اشتركت في المعرض العالمي للقهوه في الدي اي اف سي المركز العالمي للتجاره في دبي وده كان تجمع عالمي لكل شركات القهوه فكان هو انسب مكان اعرض فيه واشتركت باكثر من 15 لوحه جداد جدا تمام كان ابرزهم لوحه السلطان كابوس لانه كان الذكرى لوفاه السلطان كابوس. دي كان من اهم اللوحات في بدايه العام. لكن حاليا ان شاء الله على اليوم الله. الوطني لدوله الامارات ان شاء الله القادم بنعلن عن لوحه الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعا الله حاكم دبي رعا الله لوحه مميزه جدا الباك جراوند الخلفيه معمول فيها شغل اختيار الفريم اه الاطار المذهب النقي اه لوحه ان شاء الله, الله. تلقي <applause> وتقبل على اعجاب الجماهير اكيد يعني سمو آه صح آه سمو الشيخ محمد بن راشد على المكتوم رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم اماره دبي رعاه الله. رعا الله يعني له العديد من البصمات وبالتحديد في اماره دبي الى ان وصلت الى العالم اجمع اكيد يعني جورج لو نتحدث عن تحدياته والصعوبات بالفعل اللي تواجهها وانت ترسم بالقهوه أه بالنسبه للتحديات والصعوبات أه زي أه هقول لحضرتك عن لوحه واجهتني في صعوبه جدا في يوم 5 سبتمبر في اليوم العالمي لل... اليوم العالمي للتطوع والعمل الخيري وهو ذكرى وفاه الام تريز هي راهبه البانيه خدمت في الهند كانت بتخدم الاطفال المشردين والمرضى وكانت بترعى المجتمع على مدار اكثر من 50 عام حتى توفت وحصلت على جائزه نوبل لوحه الام تريز هتتعرض قدام حضرتك آه خدت مني مجهود لاني وجه الام تريز وهي في العام الثمانين قبل الوفاه كان مليء من التجعيدات مجهود الخدمه المجتمعيه ظاهر على وجهها مليء من الخبره فكان نظرتها عيونها تجعدها ملامحها حتى الخلفيه خدت مني مجهود هذه التحديات بتواجهني في استخدام القهوه ان ازاي اشكل هذه الخامه <applause> عفوا هذه الخامه الصعبه الى ماده سلسه تظهر جمال اللوحه الفنيه فعلا وده ظهر ده ظهر في لوحه الام تريز تحب دايما تركز نقول على التفاصيل خاصه لو بترسم بالقهوه جورج نقول وجوه لبعض الاشخاص تحب تركز على هذه التفاصيل طبعا طبعا اصلا هو من الرسم بالقهوه من ضمن التكنيك المزيق أو الفسيفساء فهو أساسا يعتمد على التفاصيل والدقة ويعتمد بالأخص أن حبوب القهوة يعني أحادية اللون إذا وقعت لوحة إذا وقعت حبة قهوة غامقة في وسط حبوب قهوة فتحة اللون ظهرت والعكس صحيح فالتفاصيل كتير مهمة بالنسبة للفن الرسمي بالقهوة حلو شو تنصح الشباب اليوم الجيل الجديد اللي حاب يتوجه لمثل هذه النوع من الفنون الجديده الخاصه بالفنون التشكيليه، وهل يجب نقول دخول العديد من الدورات او الورش التدريبيه لصقل هذه المهارات؟ احنا الفتره دي ان شاء الله بنجهز عدد كبير من الورش التدريبيه الرسم بالقهوه وبحبوب القهوه لكل الاعمار وفي كل المناسبات في عديد من مكاتب دبي ومكاتب الدوله لنشر هذه الثقافه. أنا بنصح الشباب وبنصح كل حد مهتم بالفنون أولا يقلد الفنانين الكبار ثانيا يبتكر طريقه الخاص ولكنه في الأول لابد أن يكتسب الخبرة في استخدام الخامات العديدة يكتسب الخبرة من ذو الخبرة الناس الفنانين والفنانات العالميين والمحليين ذو الخبرة لمدار سن... على مدار سنين كثيرة وبعد ذلك يقدر يكتشف اي طريق يقدر يستطيعه اي مجال يقدر يخترق فيه طريقه الخاص في الفن فهدف. وهنا هيكون عنده اسلوبه اللي الناس تقدر تعترف به وتتعرف عليه حينما ترى لوحته المميزه. اكيد. جورج تفكر ترسم نقول بانواع ثانيه، في ناس ما شاء الله بعد تتوجه الرسم بالرمل، في ناس بالخيوط والمسامير، تفكر انك ممكن تستخدم مواد ثانيه للرسم؟ انا بالفعل حبوب. لا لا بالفعل بالفعل بستخدم خامات تانية مختلفه متر. وبعمل ميكس ماتيريال آه بين القهوه وبين الالوان الاكليريك وبين الزيت وبين الخشب بين الخرز والقماش بستخدم ادوات تانية يعني بحاول اعمل على تدوير بعض الخامات وهذا قدام حضرتك آه منضده آه سوري طاوله طاوله مصنوعه من الـ الاطار أوه. للسيارات اخذت هذا الاطار المستهلك علقته ببعض الخيوط الخيوط الخشنه من انواع من الكتان وبعد كده حطيت عليه لوح خشب وعملت له ارجل واصبحت طاوله يعني ما شاء الله عليك هاند ميد يعني سويت ريسايكل او مثل اعاده تدوير استفدت من الاشياء الموجوده استفدت حولك استفدت حطيتها في الجاليري عندي استفدت بيها طبعا وعملت بيها كورنر كوفي كورنر عندي في الجاليري طبعا آه كمان عندي لوحه آه فيها مستخدم بعض الخامات اللي معاد تدويرها ميكس مع القهوه وهي لوحه فرعونيه آه هذه اللوحه معروضه حاليا في متحف اليونان العالمي واصبحت من ضمن المقتنيات الدائمه للمتحف اليوناني العالمي حتى تم شحنها والحمد لله سافرت آه بسلام الحمد لله هي لوحه صغيره بترمز آه مفتاح الحياه الفرعوني مع اللون الذهبي مع استخدام القهوه ففيها كثير من المعاني الفرعونيه وجمال الحضاره المصريه شاء الله. القديمه ان شاء الله عليك جورج اكيد نتمنى لك التوفيق في هذا المجال شكراً. ابدعت بمشاركاتك في العديد من الانشطه والفعاليات الثقافيه والفنيه التي تعنى وتهتم بالفن التشكيلي كل الشكر لك الفنان التشكيلي المتميز في الرسم بحبات القهوه جورج صبحي نورتنا جورج يعطيك العافيه اهلا وسهلا بحضرتك يعطيك شكراً. العافيه نورتنا شكرا مشاهدينا، تحتاج الحيوانات الأليفة بالفعل إلى رعاية واهتمام وظروف مناسبة، فلا يقتصر الأمر على جلب الحيوان إلى المنزل فقط، بل يجب توفير مجموعة من العوامل اللي راح نشوفها ونتعرف عليها معاكم في هذا التقرير. القطط تقضي حوالي ثلثين اليوم بما يعادل حوالي 16 ساعة. إما نايمين أو عم ينظفوا حالهم الاختيار يبدأ أول شيء بالاتفاق بين كل الأشخاص الموجودين بالبيت على موضوع اقتناء الحيوان الأليف قبل ما أبدأ عملية الاختيار مجرد الكل اتفق على الاختيار بدنا نعرف مين الشخص اللي رح يكون مهتم بالحيوان ويتحمل مسؤوليته بناء على نمط حياة هذا الشخص أنا بختار الحيوان الأليف المناسب أنا إذا ما عندي وقت أهتم بالحيوان الأليف أنا غير قادر على أني أقتني حيوان أليف أنا ما بقدر أني أجيب حيوان حجمه ضخم أحطه باستديو أنا إذا عندي مزرعة ما بقدر أجيب كلب من نوعية التوي بريدز السلالات الصغيرة جدا وحطه بالمزرعة أو الدور بدرجة حرارة عالية ولكن أنا ممكن أجيب كلب بيقولوا له الكلب المحلي او مثلا كلب سلوكي هذا ابن البيئه ومتعايش مع الحراره وبحب انه يكون اوت فانا اذا عندي مزرعه بيكون هذا الخيار الامثل لي الحيوان الأليف مثله مثلنا اذا انا مهتمه فيه بالشكل الصحيح عنده زياراته الدوريه على الطبيب البيطري عم ياخذ تطعيماته أمنت له البيئه المناسبه له ولنمط لجسمه لاحتياجاته الاكل الصحي اللي بيناسبه المرض ممكن يصير شو هي الامراض اللي شائعه جدا ولكنها مانا خطيرة شو هي الأمراض اللي شائعة وممكن تكون خطيرة لما بيكون عندي هاي المعلومات بصير بقدر أتعامل مع الموضوع <applause> القطط مختلفة جدا عن الكلاب هي ما بتكون عنيفة على قد ما هي بتكون بحالة يعني عم تحاول تقرا المحيط تبعها لحتى تعرف اذا البيئه امنه بالنسبه لها او لا فهي القطه لازم تعرف بالتالي انه المكان امن لا انا لازم من خلال سلوكي احسس القطه انه المكان هون بالنسبه لك امن ما بيحبوا الضجه ما بيحبوا الاصوات المرتفعه ما بيحبوا حدا ي... ما بيعرفوه ي... فورا انه يحاول يعمل اي فيزيكال لمس او فيزيكال تاتش معهم دائما بيسوى قبل ما نعمل نلمس اي قطه انه نعطيهم ايدنا بس شوي لحتى يشموها وننطر تقريبا شوية ثواني او نقعد جنبهم دقيقه ونجرب انا اذا لقيت القطه تجاوبت في قطط بتكون متعوده حسب عمرها حسب بيئتها اذا ربياني ببيئه امنه جدا ممكن تحتاج وقت اقصر لحتى انها تتقبل بشر او شخص غريب هدول القطط بيكونوا فعلا عندهم تروماتايزد ممكن ياخذوا سنين وما يتقبلوا انه حدا يقرب منهم ونحن يعني شايفين هيك حاله اكيد الحيوانات الاليفه لها تاثير نفسي على الشخص اللي عم يقتنيها الشخص اللي عم يهتم فيها ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي على حسب انا قد ايه مجهز للتجربه وقد ايه عاطي وقت واهتمام ومحضر لاقتناء الحيوان الاليف هاي التجارب للطفل بعمر صغير كثير بتساعدهم ليكونوا ناس بالمجتمع اكثر عندهم امباثي اكثر عندهم تواصل مع الاخرين الكوميونيكيشن سكيلز نحن ما بس نتواصل بالحكي بالبودي لانجويج بالرياكشن تبعنا بردود افعالنا فانا الطفل لما بيحاول انه يلعب مع القط والقطة بعد كمان الطفل بي, بي يعني بصير عنده تجربه انه اللي قدامه ما تقبل اللي هو عم يعمله فبصير بده يدور على حلول بصير بيسال هذا ليه ما عم يحب يلعب معي بصير بجرب طرق اخرى المينتاليتي تبع الطفل كلها بتتغير مشروع بيت ستيشن بدي من سنه 2014 مع فكره انه نحن نكون أه نوفر الخدمات لاصحاب الحيوانات الاليفه من الالف الى الياء مثل ما بيقولوا بحيث نحن نبدا معهم المشوار من اول الطريق ونقدم لهم كل الخدمات اللي بيحتاجوها طوال فتره اقتناء للحيوان الاليف موضوع جواز السفر كثير مهم أكثر الناس بتفتكر إنه هو شيء مختلف عن دفتر التطعيمات بالواقع هو دفتر التطعيمات اللي نحن بنسجل عليه تواريخ اللي اعطينا فيها التطعيمات واي علاج للطفيليات سواء داخليه او خارجيه ومعلومات صاحب الكلب او القط هي هي الوثيقه نفسها هي اللي انا بقدر سفر حيواني الاليف عن طريقه اذا انا رايح اجازه او بدي انتقل على غير بلد يعني النصيحة اللي أنا بحب إني أتركها مع اللي عم يعني يسمعونا إنه هاي روح ومسؤولية ولما بدي أقتني بدي يكون فعلا متأكد إنه أنا قادر إني أقوم بالمسؤولية في شيء اسمه فوستر أنا ممكن آخذ الحيوان اهتم فيه لفترة قصيرة هدول الحيوانات بيكون ما لهم اصحاب وبدهم حدا يهتم فيهم، فأنا قبل ما آخده وأعمل كوميتمنت باخده كفوستر بهتم فيه بشوف حالي أنا تجاوبت، أنا قادر، النتيجه هذا الحيوان مبسوط بال... بالاهتمام اللي انا عم اقدم له اياه او لا باخذ اكبر قدر من المعلومات قبل ما اعمل اي كومتمنت يعني هذا الرجاء الوحيد قبل ما نجيب اي حيوان اليف لانه بالنهايه هاي روح ونحن مسؤولين عنها تعد إدارة المشاريع الناشئة من الأمور التي يجب لرائد الأعمال أن يهتم بها في مشروعه التجاري لذلك أيضا أهمية تؤدي إلى نتائج إيجابية وتحقيق النجاح في المشروع التجاري تحدث أكثر عن إدارة المشاريع الناشئة مع رائد الأعمال خالد محمد الشبلي صباحك الله بالخير خالد حياك الله نور ويانا نورتنا شكرا على الاستضافة العفو <applause> خالد كلمنا بداية عن بداياتك ودخولك لرياده ومشاريع ايضا الخاصه برياده الاعمال. بداياتي كانت في الهوايه الالكترونيات اقتناء الالكترونيات فبديت يعني ادخل المواقع اللي هي المحليه اللي هني فتعمقت اكثر اكثر لما دق... بعدين دخلت في المواقع الصينيه وبديت اتعمق اكثر واكثر الا انه صار عندي يعني فضول اني اشتري من هناك من هذا ال... الحمد لله تيسرت الامور وبدأت انا استورد من بضائع من الصين واجيبها هني واعرضها و... للبيع يعني بداياتك كانت خالد مع الاجهزه الالكترونيه وما زلت ما في نفس المجال وفي نفس المشروع. برايك خالد شو هي الاسس اللي طبقتها بالفعل نقول في بدايه مشروعك التجاري واللي يجب اتباعها لانجاح المشروع من البدايه. اول شيء ركزت على جوده المنتج ركزت على التسويق وركزت على دراسه الجدوى وركزت على بعد اكثر شيء هذا يعني تمام خالد برايك على ماذا يعتمد نقول نجاح المشروع عشان المشروع بالفعل يكون ناجح ويستمر لفتره طويله على شو الشباب لازم يعتمدون اول شيء لازم اول اعتماد على الخطه التسويق على خطه الـ خطه الـ اداره المشروع بعدين خطه التسويق بعدين على التمويل بعدين على اخر شيء على خطه التسويقية تكون دائما خالد نسمع عن كلمه دراسه جدوى شو أهمية دراسة الجدوى في المشروع وكيف فعلا ممكن الشباب يسوونها ويعتمدونها بشكل دائم خلال مشاريعهم التجارية؟ دراسة الجدوى يعني تعرفي التكاليف اللي راح تعرفينها لبدء في المشروع بعدين دراسة الجدوى تجنبش المخاطر المشروع عشان تتجنبيها تمام يعني دراسه الجدوى لها العديد من الفوائد، فوائد. انت كيف فادتك خالد على نقول الصعيد الشخصي بما يخص مشروعك التجاري للاجهزه الالكترونيه؟ فا فا عرفت ميزانيتي اول شيء كم ابدا فيها، بعدين عرفت التكاليف اللي هي تكاليف المبيعات وتكاليف الايرادات وابتعاد عن المخاطر، يعني المخاطر هي نفسها يعني، وابتعدت عنها يعني. خالد ذكرت يعني. ذكرت في البدايه انك اخترت نقول ان المنتجات تجيبها من الصين، ليش بالذات اخترت يعني تجيب من هناك او اعتمدت على مشروعك انه يكون من الصين؟ لانه في الصين عندهم بضاعات متنوعه وكثيره يعني في في بضاعه مش موجوده متوفره عندنا هنا. وبعدين عندك السعر يكون ارخص هنا. كيف شفت الاقبال؟ الاقبال الحمد لله الاقبال يعني استلطفوا المنتجات وحبوها في ناس كثيره يعني. مشروعك خالد الكتروني ولا عندك محل خاص فيك تبيع تبيع فيها الالكترونيات اللي تجيبها من الصين؟ لا اكتب محل خاص يعني عندي عندك محل خاص وفي تبيع بشكل اونلاين او بي... الكتروني؟ بديت في الاونلاين اول والحين الحمد لله فتحت الحمد اول لله. محل كيف تسوق خالد لهذه الالكترونيات؟ يعني تقول ما شاء الله في اقبال اكيد في تسويق بطريقه ذكيه وجذابه تخلي الناس تتعرف اكثر على هذه الاجهزه وهذه الالكترونيات كيف تسوق؟ في طرق التسويق ثلاثه اللي هي التسويق بالمحتوى التسويق عن طريق اعلان المشاهير والتسويق عن طريق الاعلان الممول، يعني اعتمد على هالثلاثة واكثر شيء اعتمد على التسويق بصناعه المحتوى. اكثر شيء. أكثر ودائماً ودائما تستخدم تحاول تتوجه نقول للانفلونسر او البلوجر ولا ممكن تعتمد على نفسك؟ على نفسي في الترويج. نفسي. الترويج نفسه. وممكن حد يساعدك نفسي الشيء على البلوجر او او على يعني يكون يشرح المنتج معاك. صح يشرح للناس لان الناس خالد اكيد محتاجه تعرف اكثر عن المنتج. خاصه المنتج يعني مش متوفر هنا موجود، فلازم في شرح عنه وحتى في تجربه للمنتج اللي حاب يجربه يشوف المنتج عادي يحضر عندي ويجربه انا ما ما عندي مشكله. يعني. عشان الناس ما يكون عندها تخوف من تخوف. تجربه اشياء جديده. من خارج الدوله خالد كيف الشخص يقدر يعتمد على نفسه انت ما شاء الله معتمد على نفسك نقول في العديد من الامور الخاصه باسس واستراتيجيات المشروع التجاري كيف الشباب يقدروا يعتمدون على نفسهم في مثل هذه المشاريع اول شيء تعتمد على خطه اللي هي اداره المشاريع بعدين تعتمد على خطه تسويقيه بعدين تعتمد على تطوير المهارات وتصحيح الاغلاط من سبق اللي لان لازم الواحد يطيح في غلط صح فصح. بس ما يرجع يكررها ايوه ما يرجع يكررها وتطوير المهارات يعني يحتاج بين فتره وفتره الشخص يطور من مهاراته اكيد صح. خالد كيف تقيس نجاح المشروع يعني سواء المشروع الخاص فيك او باقي المشاريع كيف اليوم بتساعد الشباب انه بالفعل يعرف اذا هذا مشروعه ناجح وهو قاعد يصير في الدرب الصحيح ولا في مشاكل في المشروع الخاص فيك؟ أول يعني اول شيء يكون عن طريق الايرادات الماليه يعني شوف الايرادات اذا كانت زايده في نجاح وفي تفاعل الجمهور وفي عندك بعد عندك شو اسمه نفس قلت تفاعل الناس معاك تفاعل إقبالهم م... انه يشترون هذا الشيء ردود افعالهم توفير احتياجاتهم بعد كيف دائما دا... دا... م... دا تجي ردود الافعال من الناس او من الاشخاص؟ الحمد لله تكون ايجابيه ما بعد شراء المنتج اي ما بعد سهل لان انا عندي تواصل مع العماله حتى بعد بيع المنتج فاسالهم يعني كيف المنتج معاك؟ كيف شفت المنتج؟ يعني خالد لو نتكلم اكثر عن نصائح للشباب بما يخص المشاريع التجاريه ورياده الاعمال شو تنصحهم اليوم اول شيء انصحهم ان يبدوا مشاريع الكترونيه في المنزل يعني ما ما يكلف تكاليف كثيره ثاني شيء يوفر منتجات جودتها عاليه ثاني شيء يوضع خطه تسويقيه ورابع شيء خطه أهداف للمشروع التجاري نفسه خالد حولت المشروع من الكتروني الى متجر يعني نقول ومشروع على ارض الواقع كيف ممكن الشباب اليوم يسوون مثل هذه الامور هو التوسع يكون يعني في البدايه انا كنت عندي مستودع الحين صار عندي محل إن الكميه عندي صارت كثيره يعني في هذا فاضطريت اني افتح ما هذا والشارع في الفترات القادمه افتح مواقع ثانيه مواقع جغرافيه ثانيه ان شاء الله سام. يعني خالد كيف نقول ان مثلا الاشخاص او الناس في اخطاء يقعون فيها لما يسوون المشروع ويكون بعض الشباب بعدهم بادين وما عندهم خلفيه يعني الموضوع زياده او ما عندهم خبره فتصير اخطاء شو الاخطاء اللي ممكن تشوف الشباب اليوم يقعون فيها عند بدايات المشروع التجاري شوف هو المفروض الواحد في يدخل دورات تدريبيه في يعني كثير معاهد كثير وهذا يعطون دورات يعني تعطيهم انت الفكره يعطوك كامل الادوات التسويقيه آه يعني في, ما. دورات التسويق. في دورات في دورات كامل تسويقيه من اول من الفكره لين تنفيذ المشروع يعني هم يكونوا متواصلين معاك فانا احسن عشان ما تجازف وتطي في اخطاء كثيره تمام خالد تفكر يكون عندك مشاريع ثانيه غير نقول الاجهزه والادوات الالكترونيه؟ ان شاء الله في المستقبل لما يتوسع مثل التسويق. شو تقريبا؟ والله ان شاء الله يعني قريب من الالكترونيات يعني اشياء قريبة من الالكترونية قريبة من الالكترونية يعني ما حاب تطلع من هذا المجال لا لا مش حاب لان الواحد لما يشتغل في شيء ي... يقعد في نفس المجال اللي هو فيه فيبتكر في... اكثر اذا صارت متج... نقول مثلا خسائر في البداية خالد كيف ممكن التاجر او رائد الاعمال انه يعوضها؟ في البداية لازم تواجه صعوبات الواحد يصبر يعني يصبر يمكن سنة سنتين اهم شيء انه يعني بس ما قلت انت ما عندك يعني اجارات محلات ما عندك اجارات عمال عندك متجر الكتروني ومستودع بس فتبدي اهم شيء التسويق يكون، وقلت لك المنتجات يكون جودتها شويه زين عاليه. يعني. ودراسه الجدوى ويمكن وضع اسس نقول استراتيجيات خالد من البدايه خاصه بالمشروع، وين بصرا. تشوف نفسك راح تروح في المستقبل في مجال المشاريع التجاريه ورياده الاعمال؟ ان شاء الله نغطي جميع مناطق الدوله ان شاء الله وخارج إن شاء الله. الدوله ان شاء الله. اكيد خالد منالك كل التوفيق ونفس ما ذكرت هناك عده امور وعوامل يجب اخذها بعين الاعتبار قبل البدء باي مشروع تجاري سواء كان الكتروني او في المحلات والاسواق التجاريه، كل الشكر لك رائد. أعمال خالد الشبلي شكرا نورت شكرا. خالد يعطيك العافيه مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل مشوارنا وفقراتنا الصباحيه انتظرونا المشاهدين يعد الكوتشنج احد المجالات اللي برزت بالفعل وخصوصا انه يدخل في العديد من مجالات الحياه اللي يؤثر عليها بشكل ايجابي، حابين نتعمق اليوم اكثر في مجال الكوتشنج وايضا نتوجه لاخذ النصائح عند اخذ الجلسات عند المختصين، نتعرف عليه اكثر في ضي... مع ضيفتنا في الاستديو الكوتش في تنميه الذات استاذ عائشه الرويمه، صبحك الله بالخير استاذ عائشه حياك الله. يا مرحبا. نورتينا حبيبتي. يا مرحبا. الله بالخير. استاذ عائشه في البدايه بالفعل ماذا نقصد بالكوتشنج؟ جلسات الكوتشنج حلو كلمة كوتش أصلا هي جاية من اللغة المجرية أصلا من كلمة كوكس وكان يطلقونها على العربة اللي تجرها الأحصنة فمن الفكرة نفسها خذوا كلمة كوتش وهي العربة اللي تنقل الإنسان بحيث أنه يعيد إدارة حياة نفسه فالكوتشنج طبعا باللغه الانجليزيه تعقب صحيح. هي مساعده الانسان انه يعيد اداره حياه نفسه من خلال الجلسات الحواريه اللي ذكرتيها تمام يعني استاذه عائشه حابين نطلع اليوم ونفرق معك ما بين الكوتش حلو. المعلم وايضا المدرب حلو خلينا نبدا من الاخرين ثم ننتهي بالكوتش تمام. المعلم ينقل معلومه المدرب ينقل معلومه وي وي يعينك على اكتساب مهارة يعلمك مهارة ويخليك لما تكتسب المهارة المحاضر مثلا الشخص اللي ينقل معلومة لكن لمجموعة كبيرة من الناس على مدى في فترة محددة المعلم فترة طويلة مثلا لطلابه عندك كذلك هناك اللخبطة اللي تصير ما بين الكوتش والاستشاري هل هو يعطي استشارات لا الاستشاري هو الذي ينقلك خبراته ويوعيك ويفتح لك مجالاته من خبرته غالبا ومن علمه ويساعدك من ناحيه نفسيه عندك الطبيب النفسي هل ممكن يكون الكوتش طبيب نفسي لا طبعا. الطبيب النفسي لانه يقول لك ادويه تاخذها بطريقه معينه يساعدك يكون في خلل والاخيرين اللي قلت لك عليهم اللي هم الاستشاري النفسي والطبيب النفسي هذيله يكون اللي يلجؤون لهم ناس غير اصحاء الكوتش هو الشخص مثل العربه ياتيه الانسان الصحيح ما عنده مشكله نفسيه ولا عنده مشكلة عقلية لكن عنده لخبطة شوي في حياته فهو يا أنه يبغي يحل مشكلة يبغي أو أنه يبغي يحقق هدف فهذا الأساس في, في الكوتش أنه هو للأصحاء أولا وليس خلصنا من الأطباء النفسيين استشاري نفسي الحين بقي لدينا الفرق بينهم بين المعلمين والمحاضرين المدربين الكوتش ما يدرب الكوتش فقط يعني مثل الكشاف فعلا يعني ماذا هي العربه مثل الكشاف اللي انت يعطيك الادوات عن طريق ادوات الكوتشنج الكوتش يقول لك يلا انا بسلط الضوء على خفاياك شو اللي يعيقك عن هالهدف شو اللي ممكن تمسكه في حياتك ويفيدك لتوصل هدفك فهو مثل ان الشخص اللي يمسك كشاف وهذا الكشاف كل ما كان صح في ادوات متنوعه علم معرفه امور كثيره فهذا الكوتش يساعدك تدير حياتك يساعدك انك تتمكن من اداره حياتك من خلال جلسات الكوتشنج. فما في نقل معلومه ولا في استشاره. صحيح. يعني لو نتكلم عن انواع الجلسات اللي ممكن يديرها الكوتشنج لبعض الاشخاص استاذه عائشه. شوفي في جلسات تكون فرديه يعني 1 تو 1 هذه جلسات فرديه شخص لشخص. وفي جلسات تكون اللي يسمونها جروب كوتشنج او الكوتشنج الجماعي. يكون شخص واحد ومجموعه من الاشخاص عندهم نفس المشكله. وكل واحد فيهم بيختار الحل الانسب له او يكون شخص عنده هدف كلهم نفس الهدف يعني أستاذ عائشه هاي تعتبر جلسه جماعيه لاكثر من شخص بالضبط هي. اوكي هي. فهي هاي انواع الجلسات في جلسات فرديه وفي جلسات جماعية. تمام هل ممكن تكون هذه الجلسات استاذ عائشه في بعض الاحيان موجهه للاشخاص اللي عندهم مشاكل نفسيه تراني قلت مدام مشاكل نفسيه عندنا في الاتحاد الدولي للكوتشنج كل المعتمدين في الاي سي اف تمام المفترض وهذه من اخلاقيات الكوتش اذا وجد ان هذا الشخص لديه مشكله نفسيه ما بين قوسين ما يتشطر ما يقول لا انا الحين البطل انا اللي بحل مشكلة النفسيه لا يعني ما يدخل إيه. نفسه في مجال او مش, تخصص مش تخصص هي يعني يقول له من خلال الاسئله وادوات الذكيه يعني ما يوجهها لكن يعطيه الخيار دائما الكوتش ما يتدخل تمام هو الكشاف تعرفين مثل في العربة سايق يقول وين تبى يمين ولا يسار؟ طيب ليش يمين؟ ليش يسار؟ شو تشوف؟ شو عندك؟ فهو ما ينقل معرفة لا، هو يساعد يكتشف معارفه الداخلية إمكانياته الداخلية ويطلقها. فإذا كانت في حواجز يساعد أنه هو يختار الوسائل اللي تزيل هالحواجز من حياته عشان هو اللي يتمكن من إدارة حياته. وضح كيف يكون أيه طبعا طيب لو بنتكلم عن متى يجب او كيف نحس ان احنا فعل بالفعل أستاذة عايشه عشان ما تختلط علينا الامور ان احنا محتاجين الى كوتشنج بالفعل احنا كلنا محتاجين للكوتشنج وعلى فكره انا لي مقاطع موجوده في اليوتيوب كن كوتش نفسك كل انسان لو مسك ادوات الكوتشنج يقدر هو يسوي يعني جلسه لنفسه او لاهله وبسيطه الادوات وهي ادوات على فكره نحن ندرسها اوكي وناخذ طبعا. عليها شهادات بس في أداة واحدة لو أقول الجرو مثلا هدف واقع خيارات خطة أربع أعمدة لأي جلسة كوتشنج أغلب الأدوات تعتمد على الأداء على هذه الأداة أداة جرو يسمونها أول شيء عندك الهدف نفسه الجول ثاني شيء الواقع اللي أنت تعيش فيه شو حصل معك ليش أنت حسيت أن هالهدف ما قدرت تتحققه صح وشو ممكن تحقق اللي هي الخيارات شو عندك في واقع يساعدك تحقق هالهدف بعدين يلا ما دام عندك الخيارات ما شاء الله وعرفت الموانع سو خطه عشان تزيل الحواجز وعشان تبدا تنطلق لتحقيق هدفك من خلال الخيارات المتاحه وهكذا تبقى جلسات متتاليه بهدوء والمفترض يعني ان الكوتش يكون عنده من طوله البال قد ما يقدر قد ما يقدر يكون عنده طوله البال لان احيانا انا وانت نكون عندنا نفس الهدف تمام بس انت تختارين خطه وانا اختار خطه انت التزامك 10% وانا التزامي 5%. انت ممكن تحققين اسرع وانا ارجع لك كل مره واقول ما سويت ما سويت ما سويت فيكون عنده طولة البال انه يتعامل مع الانسان الجاد المنضبط ويتعامل مع الانسان اللي اصلا محتاج عمق اكثر للحفر ان ليش مو بقادر يحقق وقت اهدافه نحن نازلين الارض نحقق اهدافنا ونحقق رسالتنا صحيح. ونتجاوز كل التحديات كل وهدف ونتجاوز التحديات في ناس غرقانين في التحديات مو قادرين يطلعون منها متعطله امورهم وفي ناس آه شجعان قادرين يقولون هي هذا يمنعني هذا يمنعني وقادرين يكونون جادين مع انفسهم يقول هذا اللي يمنعني له حل وهذا اللي يمنعني له حل وهذا الطريق الجميل حقق هدفي له طريق بوصل له بستخدم ادواته وهكذا فالناس يختلفون بس كلنا محتاجين جلسات كوتشنج كلنا صحيح يقولك حتى الكوتش محتاج كوتش <applause> حتى الكوتش نفسه زين يعني استاذ عايشه النتائج متى تظهر ومتى تكون واضحه بعد الجلسات اللي ذكرتيها سواء بشكل فردي او بشكل جماعي؟ شوفي أه، تظهر مع الانسان نفسه لذلك نحن لما نعقد الجلسه مع العميل لما نتعامل معه او المسترشد نحتاج يعني جلسات ارشاد بس عموما المدرسه الاوروبيه مثلا تمنع ان الكوتش يتدخل او يوجه او يرشد او يقول لا خله ان شاء الله لو كان الحل قدام عينه وهو ما بقادر يشوف الحل خله يوصل لو عقب عشر جلسات خله يقتنع من الداخل انه هو يعني محتاج إن هو يوجه نفسه بطلع. ويكتشف المشكله بنفسه هي لان احنا شو نقول مساعده الناس على إذا عوده اداره حياتهم ترى على فكره في انواع لل... مو بأنواع مجالات الكوتشنج مثلا الاكزكتيف اللي هو الكوتشنج القياده او الطلاب او العلاقات او تنميه الذات او حتى الناحيه الروحيه ليش انا علاقتي مع ربي من... جلسه كوتشنج خفيفه بسيطه تضبط حالك شو مشكلتي مثلا مع البعض شو مشكلتي طبعا. ما ضبط صلاه الفجر <applause> مثلا او شو مشكلتي مع زوجي او شو مشكلتي مع عيالي مبراي ما سيطر عليهم بتكتشفين ان فقط الامر معك مش معهم المشكله يعني في داخلك ان ازلتها المشكله فيك انت ان ازلتها الدنيا تلقائيا واقعك انعكاس لما في داخلك اذا انت من الداخل يعني انا دائما اقول هالمثال وعفوا يعني اقول اذا انت تطالع المنظره تمام وشفت ان في شيء مثلا على الوجه تمسح المنظره ولا تمسح اللي على الوجه امسح اللي على وجهي اغلبنا شو نسوي؟ لما يزعجنا شيء في واقعنا؟ لأ... على المرايه مراه مراه لي ما نحن شو نسوي اغلبنا؟ نصير نشخط على المراه صح لا ارجع للداخل شو الشيء اللي يحجز عني أن اكون اشوف نفسي بشكل اللي يرضيني؟ شو هالحاجز؟ شو هالغلط؟ الكوتشنج يساعد صحيح م. طيب هل هناك نقول انت ذكرتي هناك ادوات للكوتشنج، نعم. لكن ايضا استاذه عائشه مع بعد الجلسات، هل يجب على الكوتش انه يقيم الحاله فيما بعد عشان يتاكد انه صار تغيير حتى ولو بسيط؟ يعني هذا مطلوب منا اصلا. نحن ما نستطيع ان نعقد جلسه الكوتشنج الا لازم ننهيها بتقرير عن الشخص نفسه، ليش؟ لانه ممكن حسب طبعا البعض تكون باكيجات وامور من باب أن تكامل الهدف نفسه ممكن يكون في جلسه واحده. ممكن يكون في أربع، ممكن يكون في عشر، حسب مثل ما قلت لك يوم سألتيني وقلتي لي النتيجة صح حسب جدية الإنسان مع نفسه. أنا ممكن أحضر خمسين ألف جلسة ولا أطبق الخطة، بس أرسم أحلام صح. في الهواء. ف... بس أسمع خلاص بس ما أستفيد يعتمد وما أطبق. على جدية الإنسان، هل أنت جاد تحقق هدفك ولا لا؟ هل أنت جاد تحل مشكلتك ولا لا؟ هذه هي. فهي معتمدة ما قلت لك على مسألة النتائج، صح. أه الجدية والانضباط. يعني بعض الناس يمكن استاذه عايشه يعني يقول لك لا انا اقدر احل مشاكلي بنفسي انا ما احتاج لا كوتشينج ولا موجه ولا حتى طبيب او معلم شو تنصحين الاشخاص اليوم اللي يشوفون لا هو يقدر يحل مشاكله بنفسه وانه يمكن الناس المحيطه فيه هي الغلط وهو الصح لا الحين انت قلتي نقطتين لا اللي يقول انا عارفه احل مشاكلي بنفسي انا اقول له والله كفو عليك بس يبغي لك شوي تتعلم ادوات الكوتشينج وتستوي كوتش استوى كوتش يوم ان انت الله اعطاك هالامكانيات الكبيره انك انت عندك وعي عالي بذاتك قادر تعرف مشاكلك وتحلها قادر تعرف اهدافك وتحدد خطه وتمشي عليها قادر انت تسيطر على حياتك ما شاء الله قلت الله بالله كفو عليك بس تعلموا ويانا يعني ادوات الكوتشنج فيد نفسك اكثر وفيد الناس اما الجانب الثاني ايه اللي يقول انا ما محتاج نحن نقول يعني اذا حبيت يا تحضر يا لك الله. جلسه كوتشنج وتحدد الوضع او اذا مثلا تشوف لك استشاري نفسي ما في انسان كامل كلنا نحتاج بعضنا والله خلقنا لنتسخر لبعضنا فما في انسان كامل فنحن نقول الله يتمم عليك الكمال اللي انت فيه بس يعني شوي راجع نفسك بتشوف يمكن في شيء يحتاج يعني زياده واضافه في حياتك. صحيح، اكيد استاذ عائشه قمتي بالعديد من الجلسات سواء يعني مجموعات او بشكل فردي، شو اكثر المشاكل اللي تواجهينها او اصعب المشاكل اللي تشوفين الاشخاص يحتاجون عده جلسات عشان يطلعون من هذه المشكله اللي هم فيها؟ شوفي للامانه اكثر شيء يواجهني خاصه ليش انا اخترت كوتش في تنميه الذات؟ تمام اغلبنا غايبين عن ذواتنا اغلبنا نختار اختيارات ما تشبهنا، اغلبنا نصرف، انا اقول دائما انت رصيدك الحقيقي في الحياه وقتك رصيدك الحقيقي هذا الرصيد الوحيد اللي لما ينقص ما تعوضه أي رصيد ممكن يتعوض وتقول اليوم ينقص باكر يزيد يتعوض عمرك هذا اللي كل ما نقص ما ترد ورا ما, ما ترم تقول والله أنا بسير أسوي برجع العشرين وبسوي ولا برد فالآن رصيدك هذا حافظ عليه قد ما تقدر حاول تستثمر وقتك بأنك أنت تكون أفضل في حياتك فهذا هذه اكثر نقطه واجهتها فعلا في جلساتي خاصه انا اسوي جلسات لشباب صغار يعني خلال هالسنه الحمد لله كثير من الجلسات سويتها الحمد لله في الاغلب يكون ما عنده وعي بذاته يعني يشوف شو ال... شو الناس مختارين شو الهبه شو صاير في الدنيا آه انا ناقصني انا ناقصني ليش لان هذا اللي يسوون طيب انت تبى اصلا هالشيء ولا ما تبى مع ما جلسه الكوتشنج يكتشف ان حمل نفسه هموم يحتاجه في حياته وبالعكس يكتشفونهم في نعمه بس مشغولين باختيارات الاخرين فيظنون انهم ناقصون صحيح ويقارن ويقارنوا نفسهم صحيح. للاسف استاذ عائشه يعني معظم الاحيان بالاشخاص الاخرين هل يحتاج الكوتش انه يطور من ادواته ومن نفسه من وقت الى اخر طبعا الكوتش يحتاج الى كوتش الكوتش يحتاج الى علم الكوتش الذكي الشاطر اللي عنده الكشاف قوي اللي يقدر يشغل الكشاف في الوقت المناسب مع الشخص كشاف قصدي شو يعني لما نبدا نحن ترى نتعمق في عمق الانسان لنفسه مع نفسك عشان كل ما نظفت اللي في الداخل من افكار غير لا تناسب من مشاعر مؤذيه لك سنين من مواقف انت مسجون فيها وعايش الماضي الامر يمضي بس انت مسجون هناك صحيح فهل الكشاف كثر ما يكون الكوتش الكشاف الادوات مالته ذكيه ويعرف يستخدمها بشكل صحيح غير يعني جلسه كبير السن غير عن جلسه شخص مثقف، غير عن جلسه واحد دارس كوتشنج، حتى الكوتش ترى تلقى احيانا هو يكتشف نفسه في الداخل ويحفر كل ما حفرت ترى هذه شجاعه، انا دائما اقول انك انت تاخذ جلسه كوتشنج هذه شجاعه انك انت تزيل عن نفسك افكار عطلت عنك ارزاق الحياه الجميله اللي تنتظرها. زيلها وعيش الحياه انتهى يعني فيفضل يعني يفضل الانسان دائما خاصه الكوتش يطور ادواته يستعين بالكوتشز الموجودين يتعلم كل ما كان عندك ذكاءات دك التسعه كل انسان مولود بتسعة ذكاءات بس اغلبنا ذكائين فقط ينمون معاه مثلا انا يكون عندي مثلا الذكاء التعبيري انا عندي كل الذكاءات البيئه والرياضيات كل هالذكاءات الذكاء الاجتماعي الذكاء العاطفي احسنتي المكاني كل ذكاءات مولودين فيها لكن حسب البيئه حسب اختيارك انت صحيح شو تبغي تنمي حسب تركيزك انت حسب مخاوفك اللي خلتك ترجع ورا وتموت بعض الذكاءات او تخليها تضمر كل انسان عنده الكوتش كل ما نمى بتوازن لان عندنا عجله الحياه من ادوات الكوتشينج كل ما الكوتش استخدم الادوات في حياته هو اصلا كل ما كان قادر انه يكون افضل وافضل ككوتش ويتعامل بشكل صحيح في جلساته، ان شاء الله تكون نتائج حلوه. اكيد، يعني من خلال وجودك معانا اليوم استاذه عائشه، دائما نفيد ايضا افراد المجتمع ونخليهم على وعي وادراك باهميه الكوتش، نعم. ما اهميه الكوتش اكيد وفوائدهم أه لما يكونوا متواجدين حولنا ودائما الناس تحاول تلجا لهم من وقت الى اخر. اهميه الكوتشنج مثل ما قلت الارتقاء بالانسان يعني كون الانسان يعيد اداره حياته يعني كلنا في لحظه معينه نحس وصلنا في محطه انه لحظه شو اللي يصير لي؟ انا مو أنا يصير كلنا نوصل هاللحظه هاي البعض يستسلم ويدخل حفره والبعض يتعطل يوقف والبعض يقول لا لحظه اصبروا شو اللي يصير لي؟ ويبدا يتحرك كلنا نبغي نكون الثالث انا انا اقول خلنا نكون الثالث لان كلنا تمر علينا لحظات الستوب هذه انه لحظه شو اللي يصير لي؟ طبيعي فحلو انك تدير حياتك كلهم حلو اكيد حلو انك تدير حياتك حلو انك لما تختار تختار شيء يناسبك اوكي ما يناسبكم كيفكم بس يناسبني صح اهم شيء شخص انتم مرتاحين باختياري اوكي لكن خلوني انا اجرب يمكن انا اقرر عقب انه ما يناسبني هذه إدارة الحياة مهمة جدا والكوتشنج أداة من أدوات إعادة إدارتك لحياتك إخراج الطاقات الموجودة عندك في عندنا على فكرة أداة من الأدوات اسمها جوهري أوكي هذه تبين لك المناطق اللي يسمونها المفتوحة والمناطق العمياء في داخلك شو المناطق العمياء اللي الناس كلهم يشوفونها بس أنت ما تشوف الناس كلهم يقولون ما شاء الله عليك أنت كذا صح بس هو مش شايف هالشيء في نفسه شايف هو مو شايف نفسه عن طريق الكوتشنج يبدا هو يعرف فعلا شو اللي الناس يشوفونه وفعلا هاي نقطه قوه عنده تساعده صح ليش احيانا الأستاذة عايشه الناس فعلا ما تشوف نفسها؟ يعني انه كانه ينتظر من الاخرين او حتى لو سمع من الاخرين تشوفينه مش مصدق قلت هي افكار اشتريناها وصدقناها ولصقناها وقلنا هذه انا انت اذكر وحده كانت تقول من ايام المدارس المدرسه قالت لها كانت تقرا قصيده فالمدرسه قالت طبعا. لها صوتك ما بحلو شو هذا صوت بعير من هاك اليوم هي خلاص خذت خلص عنا نفسها ان هي ما تنفع لما خذت جلسات الكوتشنج ومشت مع الامور صارت تقدم برامج اذاعيه ما شاء الله عرفت فهمت الفرق عرفت المشكله وين سنين حرمت نفسها ودوم كانت تقول صوتي حلو صوتي حلو لما خذت جلسات الكوتشنج اكتشفت ان الموضوع مجرد فكرة اشترتها هي قبلت بالفكرة هاي إن أيوة. هي هذه أنا وحرمت نفسها من أنها ممكن تحقق شيء لما خذت جلسة الكوتشنج زالت الفكرة بكل بساطة عن طريق طبعا عندنا طاولة طاولة كسر المعتقدات السلبية هذه يعني إحدى أنواع الجلسات هذه أدوات أدوات أدوات, أدوات. هي. في عدة أدوات مثل ما قلت أكثر من 20 أداة وما شاء الله كل ما تطور الكوتشنج على فكره الكوتشنج ما في خزعبلات هاي نقطه ابغى اقولها بعد تمام البعض يربط الكوتشنج ببعض الامور الاخرى يقول فيها ما في خزعبلات هي ادوات منطقيه عشان الانسان يفضي نفسه ساعه او نص ساعه ممكن نص ساعه بس تكون جلسات يعني ورا بعض تفضي نفسك بس نص ساعه لنفسك وامسك هدف من اهدافك وروح على الكوتش وقول انا ابغى احقق هالهدف بس هو يبدا الكشاف وياك شو المانع؟ شو المشكله؟ وين؟ طيب شو الخيارات الموجوده؟ طيب هذا هاي الخيارات كيف ممكن تحققها؟ طيب هل ممكن نحولها لخطه؟ طيب هالخطه متى؟ منو بيساعدك؟ منو بيكون وياك؟ حل. تلقى طلعت من الجلسه بخطه حلوه تنفذها، على فكره لازم من اساسيات و شو قوانين يعني الكوتشنج انه يكون في الجلسه آه الشخص يعطي نفسه مكافأة مبدئية تمام. على تنفيذ الهدف الكوتشنج نفسه لا عيل. الكوتش من الأدوات اللي أدوات. اللي الكوتش تمام. يقول له يقول للشخص يقول له شو بتكافئ نفسك إذا حققت الهدف آه، تمام فيعيش تحقيق الهدف وهو بعد يالس ما تحرك من مكانه فهذه من الأدوات وذكاء على فكرة فالمعنى ملخص الموضوع الكوتشنج جلسة ممتازة لي بناء حياتك بشكل افضل لك. صحيح. عندك مشكله؟ زيلها، عندك هدف؟ حققه، خطه حلوه؟ توكل على الله، الحياه تستحق منا نجلس هالساعه هاي ونركز على انفسنا واقول انا خمسين ألف حلم حلمته ما حققت ولا واحد مو معقوله. العالم كلهم احسن عني؟ مو معقولة. وكي. هالناس كلهم ما نركز هل... على الناس انك نركز على انفسنا كل الناس طرزانات وانا اللي مسكين ما وكلي <applause> المسكين الصغير حتى ما وكلي كان زين يعني <applause> صح يعني استاذ عائشه انت قلتي انه يجب ان يمتلك الكوتشنج ادوات طيب وهالاشياء انتم تتعلمونها من خلال الشهادات المعتمده اللي تحصلون عليها لكن هل في مهارات معينه ونقول او نقول كاريزما معينه تشوف أن هذا الشخص بالفعل يصلح ان يكون كوتش وهذا الشخص لا يصلح آه ما في شخص ما يصلح انا وجهه نظري ما في شخص ما يصلح بس في آه انسان يعني يبغي الاداء شوفي مثلا لما نقول وسائل التواصل تمام في واحد يمسك وسيله التواصل ويخبص ويعطي صوره سلبية في واحد يمسك وسيله التواصل يفتح حساباته ويستخدم الامثل تعود عليه بالنفع وعلى الاخرين بالنفع الكوتشنج وسيله اداه اي انسان ممكن يكون كوتش اي انسان لكن مثل ما قلت لك انت استخدامك الأدوات بذكاء البعض شو يسوون بسرعه بسرعه ياخذ الشهاده ويبدا جلسات مع الناس وكشاف شفتي انت تخيلي واحد يسلط عليك فجاه كشاف قوي مسكره أيوة. يعني تنعمين فهذا اللي يصير يبدا بالاسئله اللي وايدكم ممكن عميقه جدا فيخليه مباشره في مواجهه مع ممكن تكون افكار او عقد قديمه جدا تحتاج الى تدريج في التعال في 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 ازالتها فيطلع الواحد من هناك له اكتشف ذاته وطلع وعطى صوره سيئه عن الكوتشنج ان هذيله فيهم وفيهم فيهم انت غلط كوتشنج مو غلط، انت استعجلت انت تحتاج كوتشنج اصلا قبل لا تقدم للناس جلسه فعلا. كوتشنج آه يعني ككوتش ما شاء الله معتمد استاذ عائشه متى تشوفين ان شخص يحتاج الى جلسه فرديه ومتى يحتاج الى جلسه جماعيه؟ حسب اختيارهم اه اوكي يعني ما يعتمد على المشكله او عليكم انتم ككوتش تحددون هذا الشيء؟ شوفي بعض الجهات مثلا عندنا مثلا كنموذج انا أعطي الان في نافس ما شاء الله في قسم الارشاد المهني يقدمون جلسات كوتشنج، اوكي؟ وانا واحده من الناس اللي متشرفه هالسنه الحمد لله رب العالمين بهذا الحمد, الحمد لله وفق الحمد. يا رب وفخوره والله لما اتقابل مع عيالنا حبايبنا و... ونكون معاهم في مسارهم المهني. آه صح الجهه ممكن هي تحدد تقول هذه مثلا يكون هدفهم الاستعداد للوظيفه آه عفوا الاستعداد للمقابلات الوظيفيه. جميل يعني هذا توجيه مهني؟ اي اه مش توجيه مهني هذا ارشاد مهني صحيح آه، فممكن الجهه تحدد وهذا الموجودين مجموعه معها فممكن الجهه نفسها تقول آه، مين اللي اهدافهم كذا يطلعون كم واحد وفعلا نحن مثلا نكتب حلو. في التقرير نكتب مثلا ان هذا الشخص يكون محتاج جلسه جماعيه وما يكون عنده اي اشكالات اخرى يعني فخلاص هذول مع بعض يسوي لهم جلسه جماعيه اسئله موحده كل واحد يجاوب حسب اختياره فممكن الجهه وممكن انا كشخص اشوف مثلا جلسات الكوتشنج الجماعيه وادخل معاهم مثلا عندنا الكوتش عادل المرزوقي يعني من هذا يعتب انا اعتبره الصراحه مؤسس يعني الكوتشنج في دوله الامارات اللي انا تعلمنا على يديه جزاه الله خير فهو كان يسوي مثلا جلسات كوتشنج جماعيه في رمضان معروفة. كيف ممكن تستعد لرمضان فكان يسوي الناس يدخلون عنده يستفيدون فممكن حلو ممكن جهة تكون تحدد وممكن الشخص نفسه يختار تمام اكيد يعني ساعدنا باللقاء معك اليوم استاذه عائشه واستفدنا وايد ونفس ما ذكرتي دائما يجب ان ننظر الى الاشياء من الزاويه ومن الناحيه الايجابيه ونعرف اكيد اهميه الكوتش ونستخدمها الاستخدام الصحيح والسليم لادوات الكوتشنج وايضا النتائج اللي نحصل عليها بعد الجلسات كل نصف. الشكر لك الكوتش في تنميه مبارس. الذات استاذه عائشه الرويمه نورتينا استاذه يعطيك العافيه شاء الله حبيبتي نورتينا مشاهدينا وصلنا لنهايه مشوارنا و... وصلنا مشاهدينا نهاية مشوارنا الصباحي معاكم تريونا باتشر في نفس الموعد الساعه 10 الصبح في برنامج صباح الخير يا وطن فقرات متنوعه ومتميزه اخبار من اماره الفجيره وما حولها في امان الله